لك الحمد ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك. فلك الحمد ربي على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله في الأولى إذ نامت عيون الناس والله عنها ما غفل، وله الحمد في الآخرة إذ زاغت الأبصار وسقط الحبل. قسم العباد في كل مكان فأمهلهم ربي وما عجل، ولو أشاء الله بقدرته ما أصاب النبات بلل، لأن ربي قدير في أفعاله ولا يسأل عما فعل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي إذا قال فعل، ألا تراه قد أوصى بالصبر عند المصيبة ولما أمر بها صبر، ألا تراه قد أوصى بكفالة اليتيم ولما أمر بها كفل، ألا تراه قد أوصى بصلة الأرحام ولما أمر بها وصل، رب صلي وسلم وزد وبارك على النبي الذي به الخير قد اتصل. اللهم صلاة وسلاما على خير مولود جاء إلى الوجود وأطهر رأس أظلتها السماء وأطهر قدم سعت على الأرض وعلى كل من اتبعه إلى أن نلقاه على الحوض الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم، تكريما للوالد المربي الفاضل رحمة الله عليه، والد سيادة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش. الله أسأل أن يكون هذا الوالد برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. كما أتقدم باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لعموم القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية، السادة عمد ومشايخ القرى المجاورة، السادة رجال القوات المسلحة المصرية، والسادة رجال الشرطة، وكل من أتى ليقدم واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة، السادة القضاة والسادة المستشارين، السادة أعضاء مجلس النواب. أتقدم باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى ليقدم واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة. شكر التقدير لصاحب هذا القصر المشيد ولؤلؤة السرادقات على مستوى محافظات مصر، المنيلي للفراشة، إدارة باشمهندس وليد صفوة المنيلي بالسويس. كما أشكر أيضا صوتيات المهندس حمادة سلام بالدقهلية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
أيها الإخوة المؤمنون، أرى الأذن تتشنف والقلوب تشتاق لما نستمع إليه من هذه الريحانة العطرة، والتي تفوح عطرا على كل من أراد أن يتذوق طعم القرآن الكريم مع مملكة الفن وأستاذ الإحساس وأمير النغم، يعمل بقول رسول الله محمد: ليس منا من لم يتنغم القرآن مع العلم وابن العلم. وما أدراك من هو العلم؟ هو فضيلة مولانا الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله عليه، والذي ما من قارئ دائما وأبدا إلا واستنشق من رحيق شهده وعسله. فآن الآن أن لكل أذن تستمع تفرح وكل قلب مخلص يسعد، لنستمع سويا إلى دعامة من دعائم الإذاعة المصرية وقارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أدعو الله في عليائه أن يجعل تلك القراءة الطاهرة نورا في قبر الفقيد الراحل، وأن يستمع أحدنا إلى آية يعمل بها فتكون سببا في دخوله الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفصلن
ليفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم
وإن عدتم عدنا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان
الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل
وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذا كانت الأرواح ستعرج إلى الله فاعلم بأن روحك تعرج في كل يوم 5 مرات، لأنك تستقبل الكعبة وتقف بين يدي أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، كنا في رحاب الاستماع لما تيسر من سورة الإسراء، استمعنا إليها بصوت العلم القرآني الإذاعي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. وكانت التلاوة تكريما لروح الوالد الراحل رحمة الله عليه، والذي عاش طيبا ومات طيبا. الله أسأل أن يكون هذا الوالد برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. كما أتقدم باسم أسرته العريقة وباسم نجله الموقر سيادة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، أتقدم باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لعموم القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية، السادة عمد ومشايخ القرى المجاورة، السادة رجال القوات المسلحة المصرية، والسادة رجال الشرطة، السادة القضاة، السادة المستشارين، السادة أعضاء مجلس النواب، وكل من أتى ليقدم واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة. شكر التقدير لصاحب هذا القصر المشيد ولؤلؤة السرادقات على مستوى محافظات مصر، الشركة العالمية الدولية شركة المنيلي للفراشة، إدارة باشمهندس وليد صفوة المنيلي عضو مجلس إدارة الرابطة العامة لمقاولي أعمال الفراشة بجمهورية مصر العربية وخاصة بمحافظة السويس، الهندسة الصوتية والإذاعية مهندس حمادة سلام بمحافظة الدقهلية، دست الهواء والتصوير وشاشات الانترنت العالمية عبقري مصر مهندس عمرو صقر، والمهندس محمد طارق بمحافظة القليوبية. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم البقاء والدوام لله رب العالمين.